شركات قطاع الأعمال العام صداع مزمن في رأس الحكومات المتعاقبة، خسائر فادحة تتحملها العشرات من شركات قطاع الأعمال سنويا تقدر بمليارات الجنيهات، حتى تحولت تلك الشركات إلى عبء سنوي على الدولة. تنوعت وتعددت أسباب خسائر تلك الشركات، منها أسباب تعود إلى عصور سابقة كتهالك المعدات وارتفاع تكلفة الإنتاج وثبات أسعار المنتجات والخدمات التي تقدمها تلك الشركات، بالإضافة إلى غياب الرؤية والتخطيط عن تلك الشركات لعقود طويلة. بلغت خسائر 44 شركة من شركات قطاع الأعمال العام نحو 7 مليارات جنيه خلال العام المالي 2016-2017، حيث تلاحظ أن أغلب الشركات الخاسرة تتبع القابضة للقطن والغزل والنسيج، وعددها 24 شركة خاسرة، بينما بلغ عدد الشركات الخاسرة بالقابضة الكيماوية 10 شركات ومن القابضة المعدنية 9 شركات. في سبتمبر الماضي أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن خطة شاملة لتطوير شركاتها التابعة من أجل تعظيم أرباح الشركات الرابحة وإيجاد حلول لوقف نزيف الشركات الخاسرة، وتتضمن الخطة آليات لزيادة أرباح 73 شركة رابحة وتطوير 26 شركة خاسرة خلال العام المالي 2016-2017، كما تشمل إعداد قائمة ثانية من شركات قطاع الأعمال العام التي تتميز بربحية معقولة وجاهزية للطرح في البورصة خلال العام 2019 لمناقشتها مع لجنة الطروحات الحكومية، وزيادة النسب المطروحة من أسهم بعض الشركات لزيادة مساهمة القطاع الخاص في مجالس الإدارة لتطوير الشركات. في المقابل ظهرت العديد من الأصوات التي تطالب بالتخلص من هذه الشركات، إما بالخصخصة أو طرحها لاكتتاب العام بالبورصة المصرية. بالتزامن تعتبر أزمة المصانع المتعثرة هي الأخرى أحد الملفات الشائكة التي تتواجد على أجندة حكومات ما بعد الثورة، والتي وفقا للكثير من تصريحات المتخصصين تعثرت بسبب العديد من العوامل. وقد أكد أحد المستثمرين أن عدد تلك المصانع يصل إلى 8000 مصنع، وهو ما دفع النواب للمطالبة في فترات سابقة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على عدد تلك المصانع وطبيعة أسباب توقف كل منها. ولكن أيا كان العدد، فإن الأزمة كانت بمنزلة الخطورة على نحو استدعى انتباه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي طالب مجلس الوزراء بضرورة إعداد حصر شامل للمصانع المغلقة لحل مشكلاتهم وإزالة العوائق التي تحول دون إعادة فتحها وإنشاء مصانع جديدة، وتشجيع المستثمرين على افتتاح شركات ومصانع تحقق طفرة في الإنتاج وتخلق فرصا للعمل. ويبقى السؤال الأهم، هل ستشهد الفترة القادمة انفراج في تلك الملفات الهامة؟ نشوى عبد العاطي، مساء دريم. خسائر شركات ومصانع قطاع الأعمال العام الحقيقة أنه زي لغز حير تقريبا كل الحكومات السابقة، ما بين أنه بيوصل بأنه إرث قديم بتتوارثه الحكومات والأنظمة مع ظروف اقتصادية طبعا وسياسية مرت بها البلاد من يناير 2011، طبعا ساعدت على مضاعفة حجم الخسائر المحققة بالفعل. الحقيقة أنه مصانع وشركات كتير تبع لقطاع الأعمال العام في مصر هنا بتحقق خسائر سنوية بتقدر بمليارات الجنيهات. في المقابل عندنا الإنتاج متوقف في أغلبها، في جزء كبير جدا منها الحقيقة ما بيشتغلش أصلا بالكاباسيتي أو الطاقة الاستيعابية بتاعته أو بكامل طاقته الإنتاجية، بالرغم من أنه في خطط موجودة، في استراتيجيات موجودة، في عمالة عندنا قاعدة وبتقول لك نفسي أشتغل، بس ده مش موجود. فكرة ترتيب أوراق قطاع الأعمال العام وعشان نشوف نتائج ملموسة على أرض الواقع دي نقطة مهمة جدا. في المقابل الحكومة كمان أعلنت وقالت أنه عندها خطة لطرح بعض شركات قطاع الأعمال العام للاكتتاب العام في البورصة. ده طبعا أثار مخاوف ناس كتير، وتكلمنا في القصة دي قبل كده وقال لك لا مش عايزين نخصخص
شركات قطاع الأعمال، مع أنه الحكومة نفت بشكل متكرر الحقيقة فكرة الخصخصة، لكن البعض وخصوصا بعض يعني السادة النواب في البرلمان نادوا في الفترة الأخيرة بخصخصتها. على نفس السياق كده، بما ان احنا بنتكلم على الانتاج، بنتكلم كمان على مشكلة كبيرة جدا ظهرت في السنوات القليلة الماضية، وهي توقف بعض المصانع وتعثر مصانع أخرى. والحقيقة انه ما فيش اي احصائية دقيقة، ربما على الاقل يعني معلوماتنا المتواضعة بتتكلم عن عدد هذه المصانع، وهل في امل حقيقي لإحيائها مرة تانية، ولا الموضوع بقى تقيل قوي وكل شوية بيزداد صعوبة. عايزين نتكلم في كل هذه الملفات، وهنستقبل اتصالات حضراتكم كمان للمشاركة معنا في هذه الفقرة مع ضيفي الكريمين، سيادة النائب محمد بدراوي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب. يا اهلا بيك يا سيادة النائب. اهلا بيك يا زمان وكل مشاهدينا، تنورنا دايما في المسابقين. والاستاذ ابراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي والمستشار السابق بوزارة الاستثمار، يا اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، سعيدة ده تاني لقاء معنا مع حضرتك على الهواء، يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. سيادة النائب بدراوي، خلينا نبدا مع حضرتك بسؤال عام كده. اولا احنا عارفين قد ايه عدد شركات قطاع الاعمال اللي عندنا سواء القبض او التبعه؟ تمام، احنا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا عندنا في مصر 8 شركات قابضه تابعه لقطاع الاعمال العام و121 شركه تابعه. الثمان شركات القابضه دول بيشتغلوا في يعني قطاعات مختلفه، كان القطاعات دي جزء منها رابح وجزء منها خاسر. ال 121 شركه التابعه لما ندخل بقى جوه التفاصيل بتاعتهم هنلاقي فيهم جزء الاكبر هو جزء رابح، تقريبا اظن 77 شركه او 78 شركه حاجه زي كده دول الرابحين، وكان في عندنا جزء خاسر اللي اتكلم عنه التقرير هو تقريبا حاجه 40 شركه خاسره. ده اجمالي ال 121 شركه اللي موجودين عندنا. طبعا كل شركه بتمتلك مجموعه من المصانع ومجموعه من الادارات المختلفه، طبعا كثير من الاصول بمختلف الاتجاهات، يعني اصول فيها اصول اراضي، في اصول مكن، في طبعا كثير جدا من الاصول سواء المستغله او غير المستغله. القطاع على بعضه السنه اللي فاتت كان محقق في جزء منه الرابح 14.7 مليار جنيه ارباح، والخاسر 14 مليار؟ ده دي الارباح، وفي خسائر في عند الخسائر الشركات الخسرانه خسرانه 7.3 مليار جنيه، فالصافي يبقى بتاع شركات قطاع الاعمال حوالي 7 وشويه. ده دي المحصله. طب ده مش وحش؟ لا وحش بقى، ومش وحش، ده قياس على ايه؟ قياس على نسبه الكلام ده الى الاستثمار قد ايه؟ يعني حضرتك لما تكوني حاطه، اشرح لي بقى اقتصاديا. حضرتك لو حاطه 100 مليار جنيه اصول حلو وراس مال عامل وعمل، المفروض يكسبوا قد ايه؟ لو حطهم في البنك هيكسبوا قد ايه؟ 15% 20% 10% مثلا. يعني لو حضرتك حاطه اصول ب 100 مليار او يعني او عامله، يعني احقق 110 مليار 115 مليار، المفروض تكسبي على الاقل من 10 15%. ماشي، طب ما يكون عندك اصول ب 200 مليار و 300 مليار و 400 مليار يكسبوا كام؟ فلما تقولي ان احنا كسبانين 7 مليار صافي من اصول بمئات المليارات، انا دلوقتي القبض الغزل والنسيج لوحدها تمتلك اصول ب 66 مليار. لو اقول لك بقى المحفظه الموجوده بتاعت الاراضي الموجوده عند الشركات اللي مثلا في القطاع التشييد والبناء زي مثلا والاسكان زي مصر الجديده للاسكان وغيرها، انت تتحدثي عن عشرات المليارات. لما اكلمك على الكيماويه، يعني النهارده مثلا احنا شركه قوميه الاسمنت اتصفت، الاراضي اللي تمتلكها بس 3 مليون متر اللي موجوده عند القوميه الاسمنت عليها ديون ب 4 مليار، ال 3 مليون متر دول هيسوا اكتر من 6 مليار. فانا عايز اقول لك الاصول اللي موجوده عند شركات قطاع الاعمال مئات المليارات، وهذا رقم انا رسيت قبل كده في حلقه سابقه، احنا اتفقنا ان ده ملف من خمس ملفات هامين جدا فيهم تريليونات لمصر، فده ملف من الخمسه قطاع الاعمال العام. فلما هو كسبان 7 مليار 10 مليار على اصول ب 300 400 مليار، دي نسبه ايه؟ 2% 1%؟ اي انا حسبتها بطريقه ثانيه، حسبتها ان احنا ارباحنا 14 مليار وشويه، خسائرنا 7 مليار، يعني صافي الارباح 7 مليار تقريبا. مزبط. بس بالنظره الشموليه اللي حضرتك قدمتها دي، لا طبعا، لان انا في الاخر رقم هزيل جدا جدا كعائد على الاستثمار. انا لما اكون مستثمر النهارده مئات المليارات كاصول وكاستثمارات، يبقى المفروض يكون عندي عائد على الاستثمار زي ما قلت كده على الاقل. طيب القطاع الاعمال العام فيه موظف عمال حاليا قد ايه؟ الموجودين كلهم حوالي 214,000 تقريبا، يعني حاليا العمال اللي موجوده في قطاع الاعمال العام كله حوالي 214,000. الوزير القطاع عملناه من ثلاث سنين، عملنا وزير وبعدين السنه اللي فاتت غيرنا وزير تاني ودلوقتي في وزير تالت، يعني ده تالت وزير يجي على قطاع الاعمال العام. في ظرف قد ايه؟ في سنتين ونص تقريبا، من اول حكومه مهندس شريف اسماعيل قعد اشرف الشرقاوي حوالي سنه ونص تقريبا، وبعدين الدكتوره سهر استلمته شهرين ثلاثه، وبعدين جه الوزير خالد بدوي قعد حوالي خمس ست شهور، وبعدين دلوقتي الوزير هشام توفيق. الوزير هشام توفيق يعني حصل بعض الاتصالات والمفروض هيجي لنا في المجلس الفتره الجايه، ده موضوع مهم جدا جدا. اتكلم ان في بعض التصورات عنده عند الشركات الخاسره اللي هيبدا بيها.
الحاجه 40 شركه خاصين وبادئ ب 26 منهم تقريبا اكتر من نصهم شويه. 26 شركه دول وحطيتهم الاول بلان قال دول عندي بيمثلوا 90% من الخساره، يعني انا خسران سبعه من السبعه دول في سته وشويه في 26 شركه دول، فعايز اصلحهم الاول او ابدا بيهم. تمام. طب الرؤيه دي موافقين عليها؟ الرؤيه دي لسه هتعرض عليها بشكل كامل بقى شركه شركه. ما هو خدي بالك مفيش شركه قطاع اعمال زي الثانيه، يعني ما تقوليش مثلا ليه؟ انت عندك قطاع ادويه ده مشاكله مختلفه خالص عن قطاع الكيماويات. طبعا. ده مختلف خالص عن حديد الصلب والشركات المعدنيه. طبعا. ده ملوش علاقه خالص بالنقل والبناء. بالاغذيه. وهكذا. كل واحد مختلف. سيكتورز مختلفة. سيكتورز مختلفة. بالنسبة لشركات الأغذية هي معظمها موجود تابعة لي غير الشركات دي. دي تابعة للتموين. يعني في عندنا بعد ذلك القبضة، القبضة الأغذية دي تابعة للتموين. مش تابعة لقطاع الأعمال. طب دي حاجة صح. كانت كان كان من زمان الكلام ده معمول، كانت تابعة لوزارة التموين، وعلى فكرة دي بقى تابعها المطاحن، تابعها شركات كل الزيوت والصابون وغيرها، كل الشركات العاملة في في الأغذية إيها وإدفينا والمجمعات الحاجات اللي بتشتريها، كل المجمعات الاستهلاكية، كل ده تابعة لإيه؟ للتموين. للقبض الاغذية تبع وزارة التموين. ودول مش تبع لقطاع الاعمال. لا لا خالص. تبع قبل كده. كانت قبل كده. كانت. طيب. بالظبط كده. حصل سياسة التموين. بالظبط كده. طيب. وحصل فصل في الضم بتاع التموين. فاحنا دلوقتي بنتكلم على على على, على التمانية اللي تبع قطاع الاعمال. طيب. انا بقول لك في غيرهم كمان شركات اخرى تبع لوزارة التموين. وثم بعد ذلك في مساهمات بقى من القطاع الاعمال العام في بعض الشركات، يعني غير ال 121 شركه دول اللي بتوعنا كلهم، احنا بقى مساهمين في شركات اخرى. لنا اكتر من 120 شركه تاني بره الحسبه دي، بره الثمانيه قبضه وال 121 استثمارات. يعني انا مش الشركه مش كلها بالكامل تابعه لي، عندي حصه او عندي مساهمه في هذه الشركات. وبناء على كده هذه المحفظه وهذا الملف زي ما قلت حضرتك كده في مئات المليارات استثمارات، واموال المصريين حطوها على فكره في الخمسينات والستينات، وفي حاجات كمان كانت متامنه من قبل الثوره كانت موجوده، يعني اموال اتعملت ايام الخير. يعني انت بتدخلي المصانع دي ايام والله ايام الخير، تلاقي اراضي وتلاقي استثمارات محطوطه فعلا ايام الخير. عشان كده الكلام ده اصول رهيبه. فاحنا بس بنتكلم، انا بدي بس الاول صوره مبدئيه يعني سريعه عن الموضوع. لكن طبعا تفاصيل هذا الموضوع هيناقش بالتفصيل في اللجنه الاقتصاديه، ايضا في لجنه الصناعه هيجي لنا المفروض الوزير يشرح بالتفصيل هيعمل ايه في كل شركه. وعندنا طبعا الاطروحات اللي جايه في البورصه دي، وعندنا حاجات كتير نتكلم فيها. ودي نقطه مهمه برضه هرجع لحضرتك فيها، عشان انا واحده من الناس اللي ممكن ساعات بتلخبط، بقول هو الملف ده لازم الصناعه اللي تناقشه ولا قطاع الاعمال العام اللي يناقشه؟ فدي برضه هنتكلم فيها بعد اذن حضرتك. بس اتوجه بسؤالي للاستاذ ابراهيم بعد ما جاد الترحيب بحضرتك، برضه رؤيه حضرتك كده عن الوضع العام لقطاع الاعمال العام بعد ما شرحه لنا السيد النائب وقال لنا عدد شركات القبضه والتابعه، الخسائر اللي بنحققها، الارباح اللي بنحققها، يعني الصوره العامه كده من وجهه نظر حضرتك كخبير اقتصادي. بص، هو الملف ده ملف تقيل قوي بصراحه، يعني فلازم يتبص له بطريقه مختلفه. يعني بمعنى لازم ادرس القطاع ده بحاجه زي اسمها دياجنوستيك تشخيصي لكل الشركات تشخيصي. عشان تشخص المشاكل اللي فيه عشان تقدر تاخد قرار تعمل ايه مع الشركات دي. واعتقد ده كان مطروح في الخطه اللي اعلنها الوزير اليومين اللي فاتوا اللي اتقعد على مجلس الشعب، ان قال انا لازم ادرس وضع الشركات الخاسره، لازم حاجه اسمها دايجنوستيك تشخيصيه اعرف الموقف ايه. ده بيحصل حتى انك تروح شركه في البورصه تدرس الشركه من ناحيه الناحيه التشخيصيه، تعرف مشاكلها والكلام ده، وتعيد هيكلتها وتشوف وتقيم عدد العماله اللي فيها، اصولها قد ايه، محتاجه مستشار مالي مستقل يقوم بالكلام ده. فده دي خطوه مهمه جدا عشان تقدر تاخد قرارات متعلقه بهذه الشركات. حاجه ثانيه لما تبص لبعد بعد التشخيص للشركات دي تبدا تاخد قرارات، تحط سياستك، هتروح الشركات دي هتعملها على الهيكله، هل مجدي فيها انفست استثمر فيها تاني ولا لا؟ دي كلها عوامل بتحدد مسارك هتمشي ازاي. الحاجه الاخرانيه ببص في تراك تاني بتمشي فيه، مسار تاني ان انا الشركات اللي فيها شويه رمق بتحقق شويه ارباح، عملت هيكله وطرح منها جزء في البورصه، وده اتجاه موجود في الوقت الحالي. انا عندي سؤال استاذ ابراهيم، معلش انا في حته انه الشركات اللي فيها رمق، هو انا عندي شركات شغاله دلوقتي خساير اول ذا واي؟ لا، يعني في شركات بتحقق ارباح. لا، هل عندي شركات موجوده دلوقتي حاليا طول الوقت بتخسر مفيش ارباح خالص؟ في شركات. طب ودي شغاله ليه؟ ما هو دي ده بيسموه ميس مانجمنت، سوء اداره. يعني انا ليه افضل شغاله شركه هي طول الوقت بتعمل لي خساير؟ يعني زي قطاع الغزل والنسيج مثلا تعرض لمشاكل، هو يشرح بين طيب. هقول لحضرتك، يعني في القوميه الاسمنت لغايه فتره محدده كانت بتحقق ارباح لغايه 2013 افتكر 14، وبعد كده بسبب سوء الاداره والكوربشن اللي حصل ثلاث سنين ورا بعض بتحقق خساير. ده خطا كبير انك سبت الشركه من اول سنه تحقق خسائر. طبعا. وده تفتح مسار. يحاسب عليه مجالس الادارات المختلفه اللي تولدت في الفتره دي. قرارات قرارات من من الاداره تترتب عليها تحول الشركه من من محقق للربح الى محقق للخسائر. ولمده ثلاث سنوات متتاليه، فانا ليه سايباها فعلا عماله تخسر كده؟ فده يسال عنه من كان يتولى الملف ساعتها يعني.
طيب بس ملف القوانين في تفاصيل تانية يعني بس ما زي ايه فندم؟ لا يعني الاداره جزء من الموضوع ده، ايضا كان عندهم عاملين عمارات، العمارات دي كلفت فلوس وطلع في الاخر ان التحول بتاع العمارات ده خطا، يعني كانوا بيشتغلوا من الاول كانوا بيشتغلوا بطريقه بالمازوت، حولوا عملوا عمارة كلفتهم اكتر من مليار جنيه بناء على استشاري ما كانش يعني فير، اتحول لنظام الغاز. لما حصل عندنا بعد التعويم حصلت مشكله كبيره جدا، ما كانش تحول كفء، وبالتالي سعر الغاز ضرب في اتنين، فبداوا يخسروا خسائر كبيره جدا، زائد كمان انهم دفعوا فوائد على العمره اللي عملوها الغير كفءه الغير سليمه، وبناء على كده تعرضت الشركه لخسائر اضافيه مجمعه، يعني في جزء سوء اداره وفي جزء ايضا متعلق بسوء التقدير، مش عايز اقول في جزء ثاني متعلق بالفساد في الحاله دي، يعني حاله الشركه دي لوحدها يعني في ملف ضخم صعب شويه. طيب عايز ارجع للاستاذ ابراهيم، كنت حضرتك بتشرح بتتكلم على ال 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 الفصل ما بين ال يعني ال ال يعني انا الشركات اللي بتحقق ارباحها بالظبط، ليه ده بيخليني احدد اقدر احطهم في ده في كاتيجوري فلاني وده كاتيجوري ثاني عشان اقدر اتحرك في اي اتجاه. ففي شركات بتحقق ارباح انت بتشتغلي عليها بتعمل تعيد هيكلتها عشان تبقى جاذبه لما تيجي تروحيها في البورصه، فتروحي منها حصص في البورصه عشان تبقى جاذبه للمستثمر المستهدف. الحاجه الثالثه انك في اصول كتير غير مستغله في هذا القطاع لازم يتم حصرها بدقه عشان ازاي توجهيها ازاي تستغليها الفتره الجايه، لان الاصول دي لما تستغليها كويس تجيب لك ايرادات تساعدك في برامج الهيكله بتاعتك، دخلت موارد للشركات، فدي كلها حاجات مهمه جدا طبعا. ده صلب الاقتصاد يا فندم. طبعا سياده النائب، موازنه الدوله بقى سنويا، الشركات دي شركات القطاع الاعمال العام بتكلف الموازنه قد ايه؟ وهل في ضوء الخسائر اللي احنا كتير كنا بنحققها بقالنا سنوات، هل بيؤخذ في الاعتبار الخسائر دي فبحط لها نسب معينه في الموازنه؟ يعني بتراجعوا ازاي ورا الدوله ورا الحكومه لما بتيجي تتعامل في الموازنه مع شركات قطاع الاعمال العام؟ هو حاليا عندي ارباح الصافي بتاع القطاع عنده ارباح 7 مليار وشوي، فالقصه دي مش عندي دلوقتي، لكن الفكره ان ال 7 مليار دول قبل كده كان من 3 سنين كان في عندنا خسائر، يعني كان صافي القطاع خسران، يعني السنه اللي فاتت احنا كان عندنا ارباح حوالي 4 وشويه، واللي قبليه كان صافي القطاع اول سنه اللي فاتت 2015 كان خسران حوالي 500 مليون حاجه كده، صافي كل الشغل الشركات القابضه مع التابعه كلها على بعضها. فهو القصه النهارده ان ده المفروض القطاع يدخل للموازنه العامه للدوله، مش عايز اقول على الاقل من 50 ل 100 مليار. هو الوزير الجديد هشام توفيق بيتكلم على 40 مليار السنه اللي جايه دي هيقدر يدخلهم، على اعتبار انه هيعمل اصلاح شامل. واحنا طلبنا الحقيقه بقى نقاط هامه جدا. نمره واحد عنصر الوقت، يعني خلينا نتكلم على ان احنا هنعمل خطه المره دي، بلاش نتكلم على 5 سنين وسبع سنين، انا عايز اتكلم على 24 شهر اشتغل فيهم بجديه شديده جدا. ممكن ابدا من قبل 24 شهر يا سياده النائب، بس اسال سؤال. اتفضل. يعني انا جالي وزير جديد دلوقتي بصراحه شديده جدا، 4 شهور. طب هو ليه بقى له 4 شهور؟ ليه بقى لنا 4 شهور لسه بندرس الملف؟ يعني انا ما دخلتش قريت بريف من الوزاره اللي قبلي؟ ما هو انا عنصر الوقت اصلا مش في صالحي يا فندم، احنا مش مساله نلوم ونوجه اتهامات، بس عنصر الوقت عندي صعب جدا في الملف ده. في قرارات بتتغير، يعني اديك مثال، مثلا نص صناعه السيارات على سبيل المثال، كنا بنتكلم من سنه وبرؤيه سابقه ان احنا هنعمل هنزود المكون المحلي ونعمل استراتيجيه لصناعه السيارات ونوصل بصناعه السيارات الى ان احنا نوصل نتيجة كبيره. هشام توفيق لما جه قال لك لا انا درست الملف، ما اقدرش النهارده اصنع سياره في مصر، انا بالكثير اقدر اجيب حد من الشركات الكبيره زي ما المغرب عملت، اصنع 100,000 عربيه 150,000 عربيه كشريك، يعني هنا انا عايز شريك استراتيجي لديه خبره. الشريك ده انا عايز منه فلوس بس ولا لا ده لا عايز انه هاو لا لا اهم انه هاو، يعني الفكره الاساسيه انه عايز هنا في الصناعه دي، مش فكره انا ما عنديش انه هاو لا خالص اطلاق. صناعه السيارات طبعا كل اللي عندك هنا في مصر تجميع بمعنى. لكن عشان تصنعي سياره ده موضوع ده حلم صعب يعني. فانت بتتكلمي على فكره ايه؟ هو النهارده بينتج كام بينتج 3000 سياره 10,000 سياره والكلام ده كله، هو النهارده عشان يروح ل 100,000 و150,000 سياره ده محتاج شريك لديه خبره كبيره جدا ويمتلك هذه القدره عشان يقدر عنده مقومات فنيه مش ماليه. انت عندك بقى المكان، عندك الورش، عندك العماله، عندك العماله، هو يجي يبدا يشتغل في القصه دي. فدي مثلا رؤيه مختلفه عن اللي كانت موجوده قبل كده. انا بحكي لك ده مثال واحد. هتدرسي بقى كل ملف بالطريقه دي. القوميه الاسمنت مثلا، يعني ابراهيم اشار الى فكره ان من 3-4 سنين كانت بتكسب، لما تثبت سنه ورا الثانيه دخلت في خساره وخساره كبيره السنه اللي فاتت تقارب من مليار، فبقى القرار هو هنا ايه؟ التصفيه. في الحديد والصلب مثلا هو قال انا هعمل ايه؟ هشغل افران 4 شهور متتاليه وبعدين اخد لقطه في شهر 2 وبناء عليها اقول اذا كنت هكمل ولا هصغر المشروع ولا هصفيه ولا هعمل فيه ايه؟ يعني الحديد والصلب المصريه النهارده في مرحله اعاده تقييم مره اخرى. عشان كده بقول لك ملف قطاع الاعمال ده حاله حاله،
يعني تقدريش تاخدي الموضوع على بعضه. في الغزل والنسيج مثلا احنا مصر بتنتج دايما طول عمرنا مشهورين بالقطن. طب ممكن قبل الغزل والنسيج اسال سؤال في الفيارات عشان ده برضو مثلا مهمه جدا. اتفضل. هحتاج اعمل ايه علشان ابدا؟ يعني هل محتاجه اشوف اعرض يعني هعمل عروض؟ اعمل عروض، اشوف مين اقوى شريك استراتيجي ممكن يجي لي هنا بفكر فيها ازاي يا فندم؟ بعمل اتصالات مباشره برضو مع مراعاه عنصر الوقت. طبعا بعمل اتصالات مباشره مع الشركاء الاجانب الكبار اللي موجودين في السوق واشوف مين فيهم ممكن يبقى عنده اقدم له يبقى عنده فرصه انه يجي مصر. وانا قلت لك المغرب عملت كده والنهارده المغرب بتنتج نوع معين من السيارات مليون سياره سنويا. فهو عايز يعمل نفس الفكره بس المهم يلاقي شريك هياخد المواصفات المطلوبه وفي نفس الوقت الشريك ده يكون محتاج الموقع بتاعنا بتاع مصر هيصدر من خلاله بقى للشرق الاوسط والافريقيا والغيره. يعني هتبقى الموضوع وين وين رابح هي قصه متعلقه قصه متعلقه بالفرنس. تقدمي تقدمي حلو ايوه هتقدمي ايه للناس عشان الناس تجي لك. هي دي الفكره الاساسيه. ودي شركه واحده. المستثمر ازاي في الجزئيه دي؟ وحضرتك طبعا في الاستثمار ليك باع طويل. اشد ازاي المستثمر واقول له تعالى عشان نوصل للي الست النائب بيقولوا ده الوين وين سيتويشن؟ بصي حضرتك حاجه اسمها البنش ماركينج. هو عشان يجي لك ما يروحش حته ثانيه هتدي له ايه؟ انت عندك مزايا استثماريه كويسه وموجوده. طب ايه الاضافه اللي هتديها له كسبيشال تارجتنج او استهداف خاص بهذا المستثمر عشان يجي لك؟ اكيد في اذر انسنتيفز هتقدميها غير الموجوده. هدي مثال. في فتره من الفترات شركه امبراير بتاعت الطيارات قطع غيار الطيارات كانت عايزه تيجي في الميدل ايست الشرق الاوسط وزاره كذا دوله. احد رؤساء الدول عرض قال لهم انا ادي شيك على بياض وانا شريك رئيسي في هذه الشركه عشان تيجوا عندي ما تروحوش هنا ولا هنا ولا هنا. تطوع بشكل شخصي عشان يجيب المستثمر ده لبلده. لا يعني رئيس الدوله هيقول لك ده حصل دخل من رئيس الدوله. ايوه تطوع بشكل عشان يجيب المستثمر ده لبلده. رئيس الدوله وهذا رئيس الدوله قدر يجب العروض الاخرى. في شركات محتاجه استهداف خاص. زي ما الرئيس عمل مع شركه سيمنز. كان في استهداف خاص. او اني اني او اني الايطاليه. النهارده لما احب مثلا اروح اعمل انمي زي ما منطقه شرق التفريع. ابص لمين النهارده عشان يجيبوا يجيبوا شرق التفريع. روح لهيئه مينا سنغافوره ادي لها استهداف خاص. ليه؟ انا لما اجيب استهداف خاص هجيب هيئه مينا سنغافوره النهارده تدير حاجه عندي مش هتيجي لوحدها هتيجي باللي وراها كله. الشيبنج لاينز بالسيرفيس كامبانيز بكل الشركات اللي بتشتغل معاها. طب المثل اللي سيادة النائب ضربه ده برضه تاني اجيب المستثمر ازاي؟ اقول له تعالى خليك شريك استراتيجي معايا عشان نقدر نصنع عدد اكبر من السيارات. لازم يبقى عندك حاجه اسمها باكج واضحه، اوفر واضح. انا النهارده جاي اشارك حضرتك بعرض عليك اوفر. في الاوفر لازم يكون موري. البنيه التحتيه بتاعتي علاقتها ايه بالموضوع؟ عندي قوانين الثوره التشريعيه عندي علاقتها ايه بالموضوع؟ دي المزايا اللي موجوده في مناخ الاستثمار، المزايا موجوده انت الفتره اللي فاتت بتحسني في مناخ الاستثمار بتحاولي تحسين في البنيه الاساسيه زي النهارده لما حصلت تفكيرك في مؤشر التنافسيه تحسن في الحته بتاعت البنيه الاساسيه نتيجه المشروعات اللي اتعملت الفتره اللي فاتت. دي كلها مزايا متعلقه بمناخ الاستثمار بشكل عام. في حاجه سبيشال تارجتنج حاجه اسمها استهداف خاص يبقى له باكج ثانيه جنب الشغل ده. اديله ايه يا استاذ ابراهيم؟ ممكن في نوع مديله جزء متعلق بحافز ضريبي لفتره معينه خصم من الضرايب. صحيح خصم من الضرايب. وده ممكن اعمله حتى مع المستثمر المحلي. يعني مش يعني موضوع حوافز الضريبيه دي تدي حوافز اخرى. القانون بيتيح لك تدي حوافز اخرى حسب الحاله اللي قدام منك. انا محتاجه هنا سياده النائب حاجات هو قانون الاستثمار يتيح. هو قانون في حاجه عندي زياده محتاجه اقدر اديها. لا قانون الاستثمار اتاح بالفعل بس طبعا بعيدا عن شركه قطاع الاعمال. قطاع الاعمال بيحكمها قانون اسمه القانون 203 ده قانون اخر. لكن احنا بنتكلم هنا وفي بعض الشركات اللي فيها مساهمات بيحكمها القانون 81 لكن قانون الاستثمار الجديد بتاعنا اتاح طبعا مميزات مختلفه جدا من فيها المعامله الضريبيه لغايه 80% استرداد لراس المال بس في بعض المناطق المستهدفه زي بنتكلم مثلا على الصعيد زي بنتكلم على شمال وجنوب سيناء زي بنتكلم على المناطق الحدوديه اللي هيعمل استثمار عندي في الحتت دي انا هديله مزايا كبيره جدا من ضمنها انا مميزه المستثمر في المناطق جدا جدا من ضمنها ان احنا نساعده في التامينات ان انا ادفع جزء من التامينات بتاع العماله اللي عنده من ضمنها ان انا اديله معامله ضريبيه متميزه لغايه 80% من راس ماله ويسترده يعني ياخد اعفاء لغايه 80% من راس ماله اللي هيدفعه. ففي مزايا كتير جدا حطيناها في قانون الاستثمار يتيح كتير من الحوافز. لكن هيتبقى نقطه هامه جدا اي ديل بيتعمل ما بينك وبين اي شريك سواء مصري او اجنبي هيعتمد في الاساس على كمان على
رغبه الشريك الاخر في التواجد في المنطقه. يعني انا النهارده بصنع سياره في امريكا، لو جيت ببيع قد ايه في الشرق الاوسط، ببيع قد ايه في افريقيا، ولو انا جيت قربت هبيع قد ايه. القدرات التنافسيه طبعا الشركات بتتنافس في كده بكل المجالات، وايضا الحكومات بتتنافس زي ما اشار الاستاذ ابراهيم. ننتقل بقى للنقطه اللي بعديها، ان ملف قطاع العمال ده ملف واسع، دي حته واحده بتاعت العربيات دي. صحيح. قطاع الغزل والنسيج، عارف موضوع العربيات ده اصلا مهم، اللي الناس كلها بتسال هو احنا ليه دلوقتي ما بنطلعش عربيه؟ هو الموضوع مش كده، وصلنا عربيه الموضوع قصه باكج على بعض وكده. احنا عملنا استراتيجيه صناعه السيارات، وزير الصناعه السابق كان متبني حاجه اسمها استراتيجيه صناعه السيارات، قعدنا نشتغل فيها اكتر من سنه. فكرتها ايه؟ استراتيجيه ايه؟ صناعه السيارات. احنا يا جماعه بنصنع عربيات، عايزين نوصل المكون المحلي انه يتخطى نسبه اكبر. احنا المفروض كنا بنتكلم في حاجه و30 عايزين نوصل ل 45%، ثم بعد ذلك كان عندنا امل هنوصل لحاجه و60%. الكلام ده طبعا يظل مرهون بامكانياتك الكبيره في تصنيع الاساسيات. يعني بتتكلمي في الموتور، بتتكلمي في انت ممكن تعملي ايه؟ بتعملي تجميع ولا عندك الصناعات الثانيه؟ طبعا الصناعات المغذيه. الصناعات المغذيه بالظبط كده. فطبعا هنا بتتكلمي على ان ساعات بيبقى في اختلاف رؤى ما بين وزير والوزير اللي بيخلفه. ما انا ما عنديش وقت يا سياده النائب. ما هو طب ما احنا اختلاف رؤى. بصي في حاجات والله العظيم ما عندناش وقت. احنا بنقول اللي بيحصل كون بقى ان يكون في عندك استراتيجيه ثابته تمشي عليها، ده احنا بنطلبه طول الوقت. تاني معلش اتفضل. ملف السيارات ده المفروض يبقى تبع قطاع الاعمال العام؟ ده تبع شركه النصر دي قطاع عام ولا تبع الصناعه؟ لا، اللي تبع قطاع الاعمال السيارات شركه النصر شركه متوقفه بتنتج حاجه بسيطه جدا من السوق، لكن السوق كله قطاع خاص. يعني قطاع السيارات بالكامل قطاع خاص بالكامل، الحته بتاعت نصر السيارات دي جزء صغير جدا جدا، ده احنا بنتكلم على استهداف يعني بدل ما الشركه تبقى ليدنج مينستري وزاره الصناعه والتجاره. يعني بدل الصناعه الاساسيه القائده. لكن فالاساس في الموضوع هو القطاع الخاص في صناعه السيارات بالكامل او استيرادها. انت عارفه القطاع ده نصه استيراد ونصه، يعني لما تيجي تبصي على العربيات اللي بتدخل مصر تقريبا هي 50-50، نص بيتجمع في مصر مش بتتصنع، والنص الثاني بيجي مستورد من الخارج. وطبعا احنا عندنا اتفاقيه هتطبق اول السنه اللي كانت مع اوروبا، المفروض انها هتشيل الضرايب على الجمارك اللي باقيه على 30% اللي باقيين على السيارات الاوروبيه، وان احنا عملنا تاجيل مرتين 30%. هو اللي باقي 30%، احنا المفروض كل السنه بنشيل 10%، بس كان طارق قبيل اجل لمرتين ال 10% وال 10%، فبقى في 30% دلوقتي المفروض يتشال اول السنه، فالمفروض ده يعمل احنا نشيلهم. احنا يعني لما يجي لك عربيه من بره ماشي بتاخدي عليها جمرك بنسبه 30% دي تشات تبقى زيرو جمارك. طب ما ده هيرخص سعر العربيات لينا كمواطنين. المفروض انا شايف مهتم بموضوع العربيات. لا انا اكيد ملف تقيل دي حقيقة. تمام دي حقيقة. طيب ننتقل للملف الاخر. الغزل والنسيج. مهم تمام ملفات الغزل والنسيج. الغزل والنسيج هو اكبر شركه قبض خاسره. انت احنا بنتكلم على شركه قمال اسمنت بقى لها 3-4 سنين. وجع وحزن يا سياده النائب لما تنزل الورش البسيطه، سيبك من المصانع الكبيره بقى كمان، الورش البسيطه اللي الناس قافلاها وقاعده على باب الورشه ما بتعملش حاجه. العماله اللي عندنا والشغل الهاند ميد بتاعنا، وكان احسن غزل واحسن نسيج عندنا في مصر ده القطاع الخاص. لكن القبض الغزل والنسيج دي شركه خسرانه، اكبر شركه ارقى اكبر شركه قبض خسرانه، وده كان يعني ملف احنا اشتغلنا اكبر قبضه خسرانه هي الغزل والنسيج. طبعا 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 يعني الخسائر كانت متخطيه 3 مليار السنه اللي فاتت. وكل شركه بقى لها كام سنه بتخسر؟ كتير، ده التراكمي بتاعها كان معدي، يعني انا فاكر التراكمي بتاعها كان معدي السنه اللي قبل فاتت 32 مليار، السنه اللي قبل اللي فاتت. طبعا يعني هي عبر السنوات التراكم بتاعها وصل 32 مليار. طب يبقى السؤال مره ثانيه، انا ليه سبتها كل السنين دي بتخسر؟ الحلول هنا بقى مش حلول بسيطه وسهله، لان انت فكره الغزل والنسيج ايه؟ انك عندك قطن، القطن ده بتحوليه بعد كده عن طريق المحالج بتحوليه بعد كده الى غزول، ثم بعد ذلك يتم تحويله بعد ذلك الى نسيج، ثم بعد ذلك يتم بيعه. القصه هنا فيها كذا مرحلة احنا عندنا في مصر القطن بتاعنا اسمه قطن طويل التينة. القطن ده يعني الانطار الفدان بيطلع عدد اقل من الانتاج النهائي من قناطير القطن من 4-8. تمام. العالم كله بيشتغل بقطن قصير التيلة. فبقى بيحصل ايه هنا في مصر؟ كل القطاع الخاص بيتم استيراد القطن قصير التيلة من الخارج عشان ده اللي محتاجاه في صناعتي. كل لبس اللي احنا بنلبسه ده قطن قصير التيلة. خلاص؟ وبقى القطن طويل التيله النهارده اللي يمثل اقل من 2% من على مستوى العالم كله، اقل من 2% من حجم الاستهلاك العالمي. محتاجاه دلوقتي مش زي الاول. هنا اتكلم هشام توقيف حته ان هو هيبدا يوجه وزاره الزراعه ان هي تبدا تشتغل قصير التيله جنب طويل التيله، عشان بدل ما استورد
يبدا يكون الامور من عندي من الاول. بعد ذلك بقى ننتقل لمرحله يعني اول مرحله دي دلوقتي ان المفروض ان وزير القطاع الاعمال العام ينسق مع وزير الزراعه انه من فضلك عايزين نستورد قصيره سيناء. لا عايزين نزرع عايزين نزرع بدل ما نزرع بس قطن طويل هنزرع كمان جنبيه قصير عشان ده اللي محتاجه في الصناعه، لان ده تكلفته هتبقى اقل وبالتالي اقدر اعمل ماتشنج في الحاله دي فخفض تكلفتي فاقدر في الحاله دي انافس واقدر في الحاله دي انتج اكتر احسن ربحيتي وانتج اكتر دي الفكره الموجوده. هنوصل للانتاج في الاخر. دي الفكره الموجوده. في حاجه هنا ان اصلا القطاع ده من سنه 90 ما كانش بيحصل له احلاله تجديد. شركات كثيره في قطاع الاعمال العام ما كانش بيستثمروا في موضوع احلاله تجديد المكن. فده كان بيترتب عليه عيوب في الانتاج لفترات طويله. ما كانش بيتضخ فيه استثمارات. فدي نتيجه تراكمات طويله. النهارده لما المكن اللي عندك برضو لا يصلح لانتاج طويل التيله. قصير التيله. فالنهارده انا عارفه انتك طويل التيل، انا مشكلتي يعني بتجيبيه من بره النهارده عندك طويل التيل. لا وحتى المكن اللي عندك فيه عيوب عشان كده بيطلع يتم انتاج. يعني بعض الشركات عملت زي المحل عملت شويه تطويرات فانتجت مثلا اللي هي الملايات والفوط دي كانت بتصدر بره بكميات كبيره وديها. لكن النهارده في شركات بتاخد منك القطن بتاعك وبتنتجه بكواليتي عاليه جدا ويتباع بره وبتقعد عليه ايجيبشن كوتن في الاخر. فانت ما وصلتيش للمرحله دي. تاني حاجه كنت بتستوردي معظم حاجتك من قصير ومتوسط تيلا من بره بعملات صعبه. في فتره دي جت عليكي فتره العمله الصعبه كانتش متوفره يعني فترة. انا كل الحاجات دي ممكن اوفرها عليا فكره توفير العمله الصعبه وفكره تشغيل عماله اكتر وفي النهايه اوصل لانتاج اكتر لو قدرت طب برضه هنا سؤال ومش الهدف والله منه نتكلم في الماضي، عايزين نتكلم في المستقبل بس. لماذا لم ندرك اهميه الاتجاه الى زراعه القطن قصير التيله طوال على الاقل السنتين ثلاثه اللي فاتوا؟ لان السوق بيتغير. انت مع تغير السوق الموضوع ما هوش قرار لحظي، دي استراتيجيه دوله. بمعنى ايه؟ انت عشان النهارده تعملي هذا الكلام ده قرار بيتاخد، قرار سيادي بيتاخد. هل اغير وعايز تنسيق ما بين وزاره قطاع الاعمال او وزاره الصناعه ووزاره الزراعه؟ هل اغير هذا المفروض يجي وزير الزراعه يقول لك لا انا مشهور النهارده والفلاح بتاعي واخد على القطن بالطريقه دي والايجيبشن كوتون زي ما كان بيتكلم زهريم موجود بره يعني له ايمج بره وده كلام محترم جدا وكلام يتاخد، لكن هل ده لوحده يكفي؟ لا. ما هو انا عايز اقول لك ايه؟ عشان ده مش مساعدني ازود انتاجي يا فندم. واصل ده مش العامل الوحيد، انت في عناصر اخرى. يعني انت بتتكلمي بس على اول نقطه، احنا خدنا اول نقطه اللي هي القطن ونوعيته طويل ولا قصير، لكن هناك نقاط اخرى مهمه جدا. طيب زي ايه برضه؟ احنا تطوير الماكينات ده جزء، لكن ايضا التدريب. انت خدي بالك التدريب على التكنولوجيا بقى طبعا والتطور عشان المكن والانتاج نفسه. عشان تجيبي النهارده انتاج جديده انت محتاجه تعملي تدريب المهندسين الفنيين الموجودين عندك بقالهم عشرات السنوات ما تدربوش. انت عشان تجيبي النهارده التكنولوجيا اختلفت خالص. النهارده الفول اوتوماتيك، النهارده الفول اوتوماتيك ده بقى شايل صناعه. دلوقتي بقى رسم القايمه والحاجات دي دلوقتي بقى بالمكن خلاص. لو رحت هاند ميد ما هو برسم الباترن بيتحط على المكنه وبيطلع مرسوم زي كده. الاوبيسون وشغل الحاجات دي انا بتكلم في يعني شغل الحاجات دي بقى معظمه دلوقتي تكنولوجي خلاص دخل فيه. لكن هو الاتجاه يعني العيوب واضحه قدامي والحلول واضحه، لكن هي الفكره في ايه؟ ازاي ينفذ؟ كمان حاجه ثانيه مهمه، التمويل. انت النهارده عشان تمويلي هذا الكلام محتاجه فلوس. هنا بقى تيجي الفكره بتاعت ايه؟ مستثمر. انا عندي ارض، لا انا عندي النهارده ارض غير مستغله. ما النهارده هو انا بتاجر في الارض، انا شركه غزل ونسيج بتاجر في الارض؟ لا بتاجرش في الارض. انا عايز النهارده اجيب خطوط مكن جديده وادرب الناس عشان انا اساسا بتاجر في الغزل والنسيج. انا راجل النهارده بتاع اسمنت بتاجر في الارض؟ لا بتاجرش في الارض. يبقى انا مطلوب مني ان احدث المكن بتاعي واحدث الافران بتاعتي، فالارض اللي عندي بتزيد. ما انا قلت لك الحاجات دي اتعملت ايام الخير. فدلوقتي جه الوقت ان احنا ندور هذه الاصول غير المستغله لصالح تطوير الصناعه ولصالح زياده الارباح ولصالح ايضا العماله. طيب. عشان كده احنا بنتكلم النهارده على الملف، والملف محتاج يتعمل له توقيتات زمنيه. عشان كده انا كلمتك في الاول في التوقيتات الزمنيه. انا مش هقعد اقول الكلام واكرره كذا مره، لا انا عايز اقول النهارده انا هاخد 26 شركه دول هخلصهم في وقت قد ايه؟ عندي ايه؟ 6 شهور 12 شهر 18 شهر اكون مخلص انقل على اللي بعديهم. الحاجه اللي بعد كده الطروحات اللي هتتم في البورصه. للاسف الحكومه اتاخرت من السنه اللي فاتت للسنه دي في طروحات البورصه. كانت النتيجه ايه؟ كانت البورصه في اول السنه 17 و18 الف نقطه. خسرت البورصه في الكام شهر الاخراني دول تقريبا ربع المؤشر بتاعها خسر. يعني لو كان عندي بتكلم على الاكتتاب؟ ما انا بتكلم عشان طب يا فندم ما احنا عشان قعدنا قد كده في جدل لا هنخصخص لا مش هنخصخص. كانت النتيجه ايه يا استاذ؟ وجزء من الجدل ده كان من عندكم البرلمان. لا مش مطرحش علينا اساسا حضرتك. لا ما طرحش علينا. لا اطرح يا فندم. لا خالص يا فندم طرح في بعض السنه. لا يا فندم النواب يا فندم قدم لدلوهم في الموضوع وقالوا اه. فرق بين الصحافه الصحفيه يا فندم وفرق بين الوضع الحكومي. بمعنى ايه؟ الرسمي احنا لم يطرح علينا على الاطلاق خالص موضوع الطرح في البورصه، لسه ما جالناش.
لان اساسا احنا بنراقب لاحق مش سابق. لكن كنا احنا نقول النهارده ان احنا محتاجين تقييم سعر عادل سابق. ازاي لاحق مش سابق؟ لاحقا يعني الحكومه بتاخد القرار، وبعد الحكومه بتاخد القرار انا براقب التنفيذ بتاع الحكومه. يعني مثلا حضرتك النهارده قراراتها غلط، ما الحكومه وارد انها تغلط. ما هو عشان كده مش كده بقول لحضرتك ايه، بقول لحضرتك النهارده الطرح حاليا اتاجل ليه؟ هم كانوا يطرحوا 4.5% من الشرقيه للدخان، شرقيه الدخان شركه كسبانه وربحانه وزي الفل، بس لقى النهارده ان السوق نزل الربع. طب انا كنت هطرح حاجه النهارده ب 100 هطرحها ب 70 او ب 75، انا خسرت كده الربع على طول. ده قرار خاص. هم اجلوا الطرح. كان الصح ايه؟ ان احنا كنا نطرح في اول السنه، يعني لما كانت البورصه 17000 من 6 شهور كان لازم اطرح. قعدت اتاخر في الطرح، واعلن اقول انا هطرح في اخر السنه. وفي كده في الدنيا؟ يعني في حاجه اسمها النهارده اقول السنه في شهر 12 هطرح يا جماعه؟ طبعا الناس اللي في السوق طبعا يعني عارف دليل انا تقول عن دافع مش كشخص، الجهه اللي مسؤوله عن ده مين بصراحه؟ الجهه الحكومه هي المسؤوله. ايوه يعني وزاره ايه؟ هي الوزاره الاطروحات جزء مشترك بتقوم فيه وزاره القطاع الاعمال، الوزاره المختصه مع وزاره الماء، لان في اطروحات هتتم خارج قطاع الاعمال. يعني في حاجات هتطرح مش قطاع الاعمال، زي مثلا جزء من البنوك هيطرح. مش واخد بالك؟ زي في شركات بره قطاع الاعمال هيطرح، وبالتالي انت هنا بتتكلم جزء من انبي هيطرح بترول، وبالتالي مش كل شركات قطاع اعمال. فهنا الماليه بتتدخل مع قطاع الاعمال في الطرح. استاذ ابراهيم، هنا النقطه المهمه جدا اللي طرحها سياده النائب بدراوي، هنا موضوع الخصخصه والاكتتاب والاطروحات في البورصه. شفت انها مشيت ازاي وبنحقق منها ايه النهارده، وازاي ممكن نشتغل عليها؟ لانه من الواضح انها ما ادتش يعني الغرض المطلوب منها. في حاجتين، انا عندي شركات مقيده في البورصه تمام، اسهل لي نتعامل في اجزاء في اول مرحله، اول فئه تطلع من خلال الشركات دي. بس التوقيت مهم جدا دايما. احنا بنتكلم على طرح شركه في البورصه، عندي كذا حاجه اهمها توقيت، مهم جدا نختار التوقيت المناسب للطرح دايما. والبورصه في حاله صعود يبقى احسن وقت للطرح، زي ما سياده النائب قال انا كنت في اول السنه، فانا في نص السنه ساعه ما اعلنت عنه في فبراير مارس 17000 نقطه 17 وشويه، وصلنا النهارده احنا 18 يعني. طرحناها بقى وهي كام؟ احنا لسه ما طرحناش، احنا اجلنا الطرح خلاص. اجلنا الطرح، اضطرينا ناجل الطرح بس نزل خلاص. نزل المؤشر فقد ربع التوقيت ده ما بقاش مناسب ان نطرح. لكن في مارس اللي فات لو كنت طرحت ال 4.5 دولت كان العائد هيبقى كبير جدا. فانا النهارده الهدف بتاعي اعظم العائد. ينفع دلوقتي اجل الطرح ولا ملتزمه بديسمبر؟ لا اجلت اجلت الهدف لوقت معين، ولا اجل بقى لغايه لما يحصل صعود تاني في البورصه؟ ناجل بقى لغايه ما يحصل تحسن. طيب فده مهم جدا، التوقيت ده مهم جدا. طب ماشي غلطنا، بس خدنا من الغلط يعني. الهدف من الطرح ايه؟ ان انا ازود العائد بتاعي. مش اخسر، محتاج اكسب، محتاج ادخل فلوس. انا محتاج فلوس عشان يعني من الفلوس دي مهمه جدا في جزء يروح منها في عاده التطوير، في جزء يروح في تمويل عجز الموازنه. فانا مش معقول هدفع شركات عشان احقق ايراد قليل فما استفدتش منه. هل من المفروض ان انا اخد جزء من الارباح اللي هتجيلي دي يا فندم، او من العائد المفترض ده، علشان اعمل بيه اسد بيه عجز الموازنه، ولا الصح والفير ان انا اخد كل ده اطور بيه بقى الصناعات المغذيه، واطور بيه المكن، واطور بيه العماله والتدريب اللي حضراتكم اشرتوا ليه؟ هو التطوير التقسيمه كانت معموله ان الربع الماليه تاخده والثلاث ارباع يتم بيه التطوير، يعني التطوير هيبقى هو بالغالب الغالب يعني الغالب اه تمام. كان الفكره الاساسيه ان المفروض يخش لي من الاطروحات دي 80 مليار وفقا للتقييمات اللي كانت الحكومه عاملاها، ان اللي يروح للموازنه ما بين 10 ل 20 مليار في خلال سنتين، يعني كل سنه 10 مليار الربع يعني ده الربع تقريبا، او بقيه اللي هم 60 مليار تاني يروحوا للشركات للتطوير، وايضا لسداد بعض المديونات، لان في بعض الشركات عليها مديونات عليها بعض البنك الاستثمار القومي وغيرها. صحيح. لكن احنا كنا بادئين بشركه ربحانه كويس قوي اللي هي الشرقيه للدخان الحقيقه. وكانت اكثر شركه شغاله ما شاء الله، يعني ما شاء الله ده مهم قوي للموازنه المصريه دي على فكره. تجاير وخلي بالك انت ما ينفعش هي 4.5% عشان يوصل لك برضه الاغلبيه الايه يا فندم؟ يعني انت خدتي 4.5% عشان عندك حوالي 50 وكسر ليكي برضه ستيل كنترولنج الحصه الحاكمه ليكي. طبعا ما دي ودينا قشناها على فكره المره اللي فاتت. احنا معانا 55%، فاحنا هنوصل ل 50.5، احنا معانا 55 حاليا، هنوصل ل 50.5 لما نطرح 4.5. طب حضرتك طرحت موضوع الشرقيه للدخان كنموذج كمثل. كنموذج في بقى، ما هو خلاص انا اجلت كده الطرح نتيجه انخفاض مؤشر البورصه. احنا بنقول ايه بقى؟ ان تاخير اتخاذ القرار ادى الى تاخير، حضرتك بتتكلمي على عنصر الوقت. صحيح. انا اما اخرت القرار، ايه اللي حصل؟ اخرت، ممكن اتاخر سنه كمان، لان ما حدش عارف البورصه هتتحسن. كان ممكن السنه دي استفيد منها لو كنت طرحت في الوقت المناسب. خلاص كده، فاحنا اذا الفكره هي فكره كده، القرار السليم هو التوقيت السليم، مفيش قرار سليم غير توقيت سليم. فاحنا اللي بنطلبه في الفتره اللي جايه ان احنا نجري شويه يا جماعه، وده بنطلبه من الحكومه والله في كل ملفات، يا جماعه نجري. في ملفات احنا بنجري فيها بصراحه، حق ربنا يعني. انا بتكلم على الملف ده. لا بكلم عموما في ملفات ثانيه بره نطاق قطاع الاعمال، بصراحه بنشيل فيها كويس،
وفي ملفات انا مع حضرتك احنا ماشيين ببطء شديد جدا فيها مع انها جوهريه بالنسبه لنا. والله يبقى انا بقول لك مئات المليارات في هذا الملف، عشان كده انا بقول لك لو جرينا في الملف ده وصلحناه في خلال سنتين هيدخل لي بقى الموازنه 40 و50 و60 و100، احس ان انا ابدا اخد نفسي. ما انا مشكلتي ايه في الموازنه العامه؟ ان انا ضرايب 70 80% والايرادات الاخرى عندي كلها 20%. فلو ادخل لي من قطاع الاعمال ده 40 50 مليار عملوا معايا اضافه ممتازه وهكذا. يعني انا عايز اقول لك ايه، لما كل ملف من الملفات الكبيره اصلحه هيدخل لي في بند الايرادات الاخرى يفرق معايا كتير جدا. زي ما اتكلمنا كده على الهيئات الاقتصاديه الخدميه لو تفتكري، وملف قطاع الاعمال وملف الاوقاف، الملفات الكبيره. أيوة. اللي محتاجه يا فندم عملنا فيه ايه بالمناسبه؟ المفروض ان هيخش لنا تعديل في القانون، اتمنى ان شاء الله انه يخش لنا الشهرين اللي جايين دول، عشان ده الاساس اللي هنبني عليه. هتحط ايديكم على ملف الاوقاف يعني ان شاء الله نبدا، لان ده هيكون ملف ايضا فيه مئات المليارات. شوفي مصر طول الوقت بنحس ان المسؤولين في الاوقاف عايز حضرتك الملف ده مسكين وقف، يعني مش عايزين يسيبوه. لا لا ما ينفعش والله، لا لانه دسم جدا. مصر تمتلك ثروات اصول وثروات، مصر تمتلك ثروات كبيره جدا ومش في مصر بس وخارج مصر بس. يعني ملف الاوقاف بالذات ملفات الثروات معظمها جوه مصر. مصر تمتلك ثروات كتير جدا من الاصول الثابته، لكن ما عندناش توازن بين الاصول الثابته وبين ادارتها والاصول المتداوله. عشان كده نقطه هامه جدا في ملف قطاع الاعمال ان انا اخد الملف ده وابدا انطلق بيه. يعني النقاط الاخرى اللي هي المصانع بقى عايزين هننتقل بقى لقطاع الاعمال. وحضرتك ليك سؤال قبل ما ننتقل بصفه عامه كده، حضراتكم مع الخصخصه حضراتكم شايفين ده هيفيد الجدول الزمني بتاعنا ايه والحلول ايه؟ يعني هو الاكسبريشن ده المفروض نشيله، مش عارف اسمها خصخصه خالص. في حاجه اسمها تطوير بطرق مختلفة، يا اما اطرح اسهم لكل القطاع الخاص للشركات. ده مش خصخصة؟ لا لا خالص، لان الشركة انا هدخل القطاع الخاص. انا قلت لحضرتك لما هجي النهارده حد في العربيات بنسب معينة، لا لا هدخل حد عربي يخش لي بنو هاو شريك. شريك. ايوه ايوه يبقى انا النهارده كان الادارة عندي الادارة حتى لو الادارة مشتركة انا ما تزعلنيش، انا يهمني النجاح. يعني خدي بالك يا استاذ منى، انا يهمني النهاية ايه؟ هذا النشاط ناجح ولا خاسر؟ لو انا ناجح، لو انا النهارده انا اللي بديره في الاخر انا بخسر، ده ايه الجمال ده؟ طب لو غيري اللي بيدير وانا بكسب، ده ايه الروعه؟ يعني انا عايز ايه غير ان انا في الاخر يتحول هذه الخساره الى ارباح؟ عشان كده انا بقول إيه؟ وشغل ناس اكتر بقالنا سنوات على فكره القطاع ده النهارده اللي فيه 200,000 بس، ده عدد قليل. احنا النهارده القطاع ده لو اشتغل والمصانع دي لو اشتغلت هتزود العماله اللي فيها. يعني قريب هشام توفيق بيتكلم بيقول ايه؟ بيقول للاسف انا النص اللي عندي اداريين مش عماله فنيه، انا بحتاج لعماله فنيه ساعات مدربه، لو اشتغلت عاوز عماله فنيه. يعني ممكن جدا لو انا فتحت المصانع دي صح وتضخ فيها اموال واتطورت ممكن احتاج عماله اخرى فنيه مدربه. عشان كده هذا الملف انا بقول ان هو لو جرينا فيه في الكام شهر اللي جايين دول هيحصل انتعاش ممتاز جدا. وانا ضربت بعض الامثله وعايز انتقل للقطاع الخاص بقى، لكن قطاع الاعمال بصفه عامه قطاع واعد، واتمنى يا رب التوفيق للوزير الجديد ان هو ياخده ويجري. يعني شايفين في بوادر ان احنا بجد مرضين ان شاء الله مع الوزاره الحاليه دي بجد بقى نشتغل في الملف، يكون في اراده حقيقيه في هذه المره فعلا لانجاز هذا الملف واضافه حقيقيه فعلا لاقتصاد مصر. في دور الانعقاد الرابع ده هتناقشوا الملفات دي؟ طب ده في دفع، لا ده المفروض هيجي لنا الشهر ده، يعني في اول دور الانعقاد الاسبوع ده المفروض يجي لنا بجد. طبعا ده من اوائل الملفات اللي على الطاوله، ملف قطاع الاعمال. سنين سناننا كويس طبعا. نتعاون معاهم استاذ ابراهيم. قبل ما نقفل ملف قطاع الاعمال العام، في اي حاجه تحب تقولها؟ انا بس احب اقول بس ان احنا لما نيجي ناخد قرارات زي ما قال السيد النائب دايما القرار بيقيم في اطار السياق، السياق يكون زمني وظروف اقتصاديه اجتماعيه. فلازم ناخد بالنا من الكلام ده. يعني ما ينفعش النهارده اتكلم على خطه عندي وافضل اتكلم على خطه ما تنفذش في الاخر. فدايما الخطه مرتبطه بجدول زمني. ندخل لملف المصانع المتعثره والمتوقفه. قطاع خاص بقى. قطاع خاص. معلوماتنا المتواضعه ان احنا ما عندناش عدد مظبوط او دقيق لعدد المصانع المتوقفه وعدد المصانع المتوقفه خالص ما تشتغلش والمتعثره. المعلومه دي دقيقه ولا خاطئه؟ العدد حصريا بالالاف، لكن الرقم نفسه مش محدد. لكن هو مؤكد ايه رقم 800 وشويه ده؟ 872 ده الرقم اللي خدته الناس اللي بلغت عن التعثر والتوقف. كانت تحديث الصناعه من 3 سنوات عملت مبادره عن طريق وزاره الصناعه انها تاخد الملف ده. فقالت الناس يا جماعه الناس اللي مصانعها متوقفه تبلغ. طيب. ففتحوا لفتره مؤقته اظن كانت شهرين ثلاثه، ففي 900 مصنع بلغوا، 872 مصنع بلغوا. ايه اللي حصل لما بلغوا؟ اللي حصل لما بلغوا المفروض الملف ده يبدا يتعمل صندوق عشان يشغل 900 مصنع دول ونخلصهم ناخد غيرهم. فطبعا كالعاده على ما عملنا الصندوق خدنا لنا كمان سنه ونص، الصندوق كله اتعمل ب 150 مليون طبعا ما يقومش 30 40 مصنع. وده اللي حصل فعلا، ان تقريبا هم اشتغلوا مع حوالي 30 35 مصنع تقريبا، لكن الملف بتاع المصانع المتوقفه والمتعثره اكبر من كده بكتير. وهذا الملف محتاج يعني اراده حقيقيه
ولجنه على اعلى مستوى يكون فيها البنك المركزي ويكون فيها وزاره الصناعه ويكون فيها التنميه المحليه ويشرف معهم رئيس الوزراء. الموضوع اكبر من فكره، هذا الموضوع هيضيف للناتج المحلي الاجمالي ارقام كبيره جدا. كل مصنع هيفتح وكل باب هينور هيشغل له 40 50 عامل، هيدفع ضرائب، هيدفع تامينات، هيضيف للناتج المحلي اضافه حقيقيه. احنا عندنا مشكله الناتج المحلي بتاعنا احنا عايزين نزوده عشان تبقى نسبه كله للديون وغيرها نسب اقل. عشان كده احنا بنتكلم الملف ده هو يعني برضو على كلام حضرتك، هنا الناتج المحلي الاجمالي انا ليه بهتم بيه؟ لانه سنه على السنه اللي بعدها ده بيديني معدل النمو، مؤشر معدل النمو وبيديك اجمالي صح كده، بيديني اجمالي معدل العجز، معدل الدين، معدل العجز العام عندي، معدل الدين العام عندي، كل حاجه بتنسبي له كل حاجه. انت عايزه تجري بالناتج المحلي بتنسبي له كل حاجه، كل حاجه. فانت عايزه تجري بالناتج المحلي ده صحيح. ده المهم بالنسبه لك جدا. ليه؟ لان كل حاجه بتنسبيها للناتج المحلي. القطاع الخاص عن طريق المصانع دي ده عامل مباشر بياثر على الاجمالي الناتج المحلي. متخيله المصانع اللي واقفه كل مصنع هيشتغل بكام وهيبيع بكام وهيضيف قد ايه للناتج المحلي الاجمالي؟ طيب مين المسؤول، مين الجهه المسؤوله على المصانع المصانع عموما اللي هي بتتبع القطاع الخاص؟ احنا قلنا وزاره الصناعه، بس وزاره الصناعه لوحدها مش ما تقدرش تغطي هذا الموضوع. حضرتك قلت معها الاداره التنميه المحليه. لا لا، ده انا بقول لك طبعا، لان في مصانع خارج. يعني مثلا احنا دلوقتي النهارده في التعديلات الجديده اللي احنا عملناها في القوانين ادينا كل حاجه للتنميه الصناعيه، لكن عندك مصانع النهارده جوه الاحياء، عندك مصنع جوه شبرا وعندك مصنع جوه الماظه وعندك مصنع تبع المحليات، محافظات كتير جدا منها فيها مصانع. هنا وضحت لما عملنا القوانين، يعني قوانين الترخيص الصناعيه والقوانين دي كلها وضحت للجديد. بالنسبه للجديد لكن القديم موضوع زي ما هو. الجديد اي حد هيرخص النهارده جديد بقى تابع للتنميه الصناعيه. يا فندم بس هو يعني انا مصنع قائم تمام، بس القانون بتاعي اللي انا كنت ماشي عليه اتغير او اتعدل، ما يطبقش عليا القانون الجديد؟ افضل انا ماشي بالقانون القديم؟ لا، لو بعمل اجراءات جديده مش ايوه يعني بعمل اجراءات جديده. حضرتك فرقي ما بين مش كده، بقول لحضرتك ايه، بقول لحضرتك النهارده الموضوع اصل هو متشعب. انت وانت بتعدلي القانون عشان الجديد ليه؟ الفكره ايه من الجديد؟ الفكره انك النهارده انك اللي هيفتح مصنع جديد او هيعدل كيان القانون بتاعه يبقى خاضع لهذا القانون الجديد، لكن كل الكيانات القديمه تعمل بقى توافق اوضاع. ما انت مطلوب منك انك توافقي اوضاعك على الوضع الجديد بتاع القانون. طيب فنيجي بقى اصلا. طب سؤال، في اي نزاع، في اي رغبه في ان انا اكبر، اعمل اكسبانشن، اوسع، اداون سايز، اقلل، اعمل اي حاجه، هيطبق عليا القانون الجديد ولا القديم؟ الجديد بس مع مين؟ يعني حتى لو بتتنازعي مثلا على الرخصه دي مع مين؟ ولو بتتنازعي على خط الكهرباء مع مين؟ هي دي الفكره. ما احنا ما ارجع تقول لحضرتك في حاجه اسمها المرافق، الكهرباء اللي داخله للمصنع والصرف اللي داخل المصنع والميه اللي داخله للمصنع والبيئه اللي حول المصنع دي مرافق. لو نزاعي مع الحكومه، ما هي مرافق دي يعني حكومه. يعني تنميه محليه. يبقى هنا مع التنميه المحليه. التنميه الصناعيه مسؤوله، اصبحت مسؤوله عن التراخيص. وحسب مكان المصنع في زمان حضرتك. يعني مكان المصنع. احنا بنتكلم على المناطق الصناعيه، احنا قلنا عندنا تفريقين، المناطق الصناعيه زي اللي كان 6 اكتوبر، 10 رمضان، السادات، برج العرب، العبور، المناطق الصناعيه، ثم مناطق المحليات، لان زي ما قلت لحضرتك كده في مصانع جوه المحليات وجوه الكتله السكنيه موجوده في كل حته في مصر طبعا. بس انت عارفه ان الناس طلعت على يعني مش العكس. مش العكس. فانت بتتعاملي مع امر واقع. كنا زمان بنهاجم نقول ازاي مصنع وازاي دي وتصريح يتبني جوه حي سكني، طلع انه السكن هو اللي بنى. يعني في المحله مثلا، احنا في المحله مثلا اكبر مصنع قطاع عام جوه 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 المحل. ليه اليوب؟ ما اليوب مليانه مصانع كلها، كل حته اليوب وغيرها في كل حته. خبره خيمه، كل حته في مصر، مستورد في كل حته في مصر. طيب استاذ ابراهيم، هل المستثمر، احنا طلع على القطاع الخاص دلوقتي، هل المستثمر عنده رؤيه واضحه؟ يعني هل الدنيا قدامه كتشريعات سير العمل، هل الدنيا واضحه ولا انا عندي لخبطه شويه او عندي تشابك شويه في القوانين المتعلقه بالاستثمار؟ عندي بالنسبه لقوانين الاستثمار واضحه، بالنسبه لاستقرار السياسات الكليه فيها شويه مشاكل. بمعنى انما النهارده في الفتره اللي فاتت حصل تغير كبير في السياسات. عندك سعر الفائده بيطلع وبينزل. عندك كان في سعر سعر الصرف، الضرايب كانت فتره لغايه مثلا 25 و30 ونزل 22 ونص، خدت بال حضرتك؟ فعدم الاستقرار لفترات طويله ده بيخلي المستثمر ريلاكتنت، يعني متردد انه ياخد قرار ائتماني طويل الامد. فالنهارده لو انا عندي كل العوامل المتعلقه بالمناخ الكلي للاستثمار فيها نوع من الاستقرار، سياسه اقتصاديه وسياسه ماليه وسياسه، عندي كمان استقرار امني. ده الحمد لله عندنا حاجه، الحمد لله ده كان فارق معانا كتير. السياسه الامني ده كان فارق معانا اليومين دول. بتكلم على بقيه السياسات اللي هي متعلقه، ان انا النهارده اقسم السياسه بتاعتي، السياسه الاقتصاديه بتاعتي لمده 5 سنين قدام شكلها ايه؟ ما هو النهارده الراجل بيجي يعمل بروجكشن ضخم، ارقام، وعايز انا في 5 سنين هضخها كذا وكذا وكذا. لو النهارده حصل تغير عامل من العوامل، مثلا سعر الفائده نط فوق وانا باخد خرد،
من ضمن الحاجات اللي مثلا بس يعني باجي اخد مثلا امول المشروع بتاعي في جزء بيبقى اكويتي في جزء بيبقى دبت. فلو انا الدبت بتاعي النهارده القرض بتاعي الفايده بتاعته ارتفعت فده تكلفه عليا. فالنهارده سعر الفايده غير مغري بالنسبه للمستثمر. ولو زاد او قل ده كلها بيأثر على احنا النهارده بقى ايه؟ خلينا نتكلم في النهارده، النهارده البنك المركزي بيحدد سعر الفايده بقد ايه وعلى القروض قد ايه وعلى يعني وضعنا ايه النهارده؟ 16.75 افتكر صح؟ الاقراض 16.75 17.75 فيعني ده معدلات فايده مرتفعه بالنسبه للمستثمر. معدلات جاذبه انا بقى انا بقارنها بايه؟ بقارنها بايه؟ لا يعني معدل العائد على الاستثمار النهارده ده القرض مثلا 17 سي 17 عليه مثلا رسوم اداريه حوالي 2% كمان بتوصل حوالي 19%. وانا النهارده بحقق المفروض احقق اي ار ار مثلا 20 بقارن ده بده يعني انا هل قرض اللي هيدخل قد اللي هدفعه؟ لا بالظبط. هل مثلا اروح اخد قرض واتعب نفسي وانا في الاخر هجيب قريب من الفايده اللي هاخدها؟ بس ممكن في سبيل ان انا اكون موجود في السوق واعمل اسم واعمل كيان ممكن اوافق على ده. بصي لو مش هقدر بصي في حاجه اسمها ريسك انفستر وفي حاجه اسمها كونسرفتيف انفستر. صحيح كده. معظم الناس كونسرفتيف بيبص عليها اللي هي العوامل المحافظ بيدخل كل الكومبوننتس في المعادله بتاعته ويبدا يحسب. تمام. هل مصر مصر واضح هي جاذبه للاستثمار ماشي بس عندي شويه حاجات محتاج اشتغل عليها. زي محتاج انزل معدل الفايده شويه بس انا عندي مشكله مش قادر انزل بيه نتيجه الظروف المحيطه. اللي هي اللي ما حصل في الاسواق الناشئه ان معدلات الفائده ارتفعت فيها فبالتالي في توجه فكان عندي توجه ان النهارده انزل 2% كمان خلال السنه دي. كابتن نائب قبل ما الاستاذ ابراهيم يكمل باقي العوامل الجاذبه للاستثمار من وجهه نظر او عفوا المعوقه اللي ممكن تكون لسه معوقه شويه، هل شايف ان سعر الفائده نقدر نعمل فيه حاجه ولا؟ سعر الفائده مرتفع طبعا بشكل كبير واحنا اضطرينا نرفع سعر الفائده بعد التعويم اترفع كذا مره ورا بعض فرفعنا تقريبا 600 نقطة أساس تقريبا ارتفعوا 300 في 150 في 150 ارتفعوا حوالي وصلنا لحوالي دلوقتي ما بين 19.5 ل 20%. أنا كنت عايز أقول لحضرتك إحنا تقريبا 20% تقريبا آخر طرح حتى أظن خزانة حتى طرح طرحت ب 20% فهو الحقيقة طبعا ده معدل مرتفع. كان المفروض في البلان الخزانة والسندات ده بالنسبه للسندات الحكوميه كانت اخر حاجه بتاعتها 15.5% تمام. في السوق المحلي فاحنا بنتكلم تقريبا على ان احنا محتاجين ننزل بالكلام ده ما بين 3 ل 5% عشان نرجع الى مستويات ما بين 12 و 13% وده ابليكابل اعتقد قدامنا كمان 2019 بالكامل ننزل تدريجي كده واحد في واحد في واحد اذا مستويات التضخم نزلت تحت ال 12 و 13% يعني من ده احنا النهارده معدل التضخم كام؟ احنا دلوقتي كنا بنتكلم في اخر مره في حوالي 14.5 وده اوريدي كان معدل كويس يعني معدل كويس ان كنا نازلين احسن من الاول. ده معدل احصائي مقارنه بالسنه اللي فاتت في نفس التوقيت. في نفس التوقيت انا دايما اقول المعدلات عشان نعرف لازم نقارنها نفس الفتره الزمنيه في العام القادم. هي على ذات لكن هي السياسه النقديه انت عارف حضرتك انها مستقله تماما ودي فعلا البنوك المركزيه على مستوى فهي اللي بتحدد في كذا عنصر او عامل بيحدد اسعار الفايده يعني مش بس منه الحته دي في حاجات اخرى كتير بتحدد اسعار من ضمنها طبعا التضخم. عشان كده بنتكلم ان احنا عندنا امل ان سعر الفايده ينزل وانا ما زال بقول يمكن في الشهرين اللي جايين دول يحصل مش لازم 2% ممكن ينزل 1% ولا حاجه ثم السنه الجايه نبدا في التخفيض 1 في 1 في 1. طبعا ده عنصر مهم جدا بالذات للنشاط الصناعي جدا حتى انا من ضمن الطلبات بتاعه النشاط الصناعي ان ممكن يحصل اختلاف في الفوائد ما بين النشاط الصناعي والنشاط التجاري او الاستيرادي. الحاجه دي من العناصر المهمه لو عايزين نعمل يعني تحفيز للنشاط الصناعي لابد ان معدل الفايده النشاط الصناعي تختلف عن معدل الفايده للنشاط الاستيرادي او للتجاري. ده موجود بره امر مهم جدا 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 وانت بتمولي صناعه غير انت بتمولي حد بيستورد او بتمولي تاجر بيتاجر في شغل. عشان كده مهم جدا جدا هنعمل ونبص على الحته دي من البنك المركزي في المرحله القادمه ان وانا بمول النشاط الصناعي امول خصوصا النشاط الصناعي محطوط في خطه الحكومه ان يكون من اوائل الانشطه الصناعات التحويليه من اوائل الانشطه اللي تجر الاقتصاد الفتره اللي جايه. صحيح. فانا محتاج اخفض معدل الفايده محتاج اقل معدل الفايده على الاقل النشاط الصناعي ما بين 3 ل 5% في المرحله. بس بنقول لو بدانا ب 1% ده كويس. كل نص كل نقطه هتنزل كويس. طيب استاذ ابراهيم نكمل باقي يعني مثلا انا هدي مثلا في دول عندها معدل فايده على في القطاع الصناعي 5%. يعني في دول وسط وغير كمان الحافز هنا بتقدمها حافز دعم على حافز تصدير يعني في امور اخرى. الامور الاخرى اللي المفروض نبص لها الفتره الجايه موضوع الميكنه اللي في القطاع الحكومي كامله سواء فرونت اوفيس او باك اوفيس.
يعني ما يشاهده الجمهور وما هو لان محتاج ابص لاجراءاتي، محتاج ابص مستنداتي وابدا ابسطها وانقلها من مرحله الدوكيمنتس لمرحله الاوتوميتد سيستم. فتبقى كل خدمه معروفه، معروف التايمنج بتاعها قد دي والفلوس بتاعتها قد دي. طيب برضه عشان قدام اللي بتتابعنا ده هينفع، ده هيفيد في ايه؟ ده على البيروقراطيه، البيروقراطيه من ناحيه مشكله البيروقراطيه، وبرضه يقلل منابع الفساد من ناحيه ثانيه. النهارده يبقى عندي الاوتوميتد سيستم، الميكنه دي ماشيه كل الخدمات، مش هيبقى في تعامل مباشر ما بين الموظف وما بين المجلس الخدمه. صحيح. فهيبقى في نوع من ان انا افهم، دايما بقول انا عايز اقلل قوي، عايز اقلل قوي مساحه التعامل المباشر بين مقدم الخدمه ومتلقي الخدمه. دي حاجه من الحاجات. الحاجه الثانيه المفروض انه نشتغل بتيم سبيريت، روح فريق، التنسيق ما بين الجهات الحكوميه. ان احنا كنا رايحين نجيب جون، مش كنا رايحين نجيب جون، اكيد في خط، في جون واقف، في خط دفاع، في خط وسط، في هجوم. صحيح. وكلنا بنباصي لبعض عشان نوصل لهدف الاخر. والجون اللي هيجي في الاخر ده بس مجهود هيقول على الكل، اللي الا الجون ده من الاول. لو خدت بالك في كاس العالم الاخرانيه الفرق الكبيره اللي زي الارجنتين زي البرازيل خرجت لانها اشتغلت ما لعبتش بروح الفريق. اللعب بروح الفريق وصل للنهائي في الاخر. طيب فيما يتعلق بالمصانع والقطاع الخاص، نلعب بروح الفريق ازاي في وجهه نظرك؟ القطاع الخاص، لا القطاع الخاص لازم يحصل معاه ديالوج، يعني حوار مستمر ما بين الحكومه والقطاع الخاص الفتره الجايه لحاجتين. انك تصودي المشاكل اللي بتواجههم يوم ايه رفضناها من زمان يا فندم. لا ما هي في لا بص حضرتك، ما انت بترصديها، حضرتك بترصديها، هنرصد مشاكل المصانع، المشاكل دي مصر حتى اللي مصروت تعاملتي معاها. يعني لا ما انا عشان كده بقول نسيب بقى حته راس المشاكل. لازم في عليا مشاكل، لازم يعني انا شايف نصمها لحضرتك دلوقتي. هو كده 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 هو كده الحوار ده المفتوح ده مهم جدا للمستثمر. شباب انت بتعمل ايه كمان؟ صحيح. النهارده انا في البايب لاين بتاعتي خطه بعمل كذا وكذا، خلي بالك انا بعمل كذا وكذا، تمام؟ مطلوب من الفتره الجايه في القطاع، اقعد بقى على مستوى قطاعي، القطاع الفلاني اقعد معاه اشوف خططه التوسعيه الفتره الجايه. طب ايه اللي يمنعك من التوسع للفتره الجايه؟ طيب ممكن نسال سؤال بمنتهى الصراحه وبعيدا عن اي يعني كلام، بس انا هتكلم في خطه محدده يعني في الموضوع ده بعد ما احنا لسه في الموضوع ده. بعيدا عن اي كلام ممكن يبقى منمق يعني او محسوب يعني. الرئيس كان عندنا من فتره بيتكلم على الاستثمار، ما كان في الامم المتحده لسه من اسابيع قليله، بيتكلم على الاستثمار وان احنا كان عندنا ثوره تشريعيه وما الى ذلك. ودي حقيقه، احنا عندنا قوانين الاستثمار وعندنا التراخيص الصناعيه وعندنا قانون الافلاس. هو طلع استثناء القانون اللي طلع من اللي فاتوا شغالين بيه، صح؟ خلاص. وده احتفاليه بس لسه وكل احتفاليه لسه ما خلصتش، احنا خلصنا القانون. وكل يعني الحاجات الاساسيه دي اللي هي تجذب اي مستثمر. عندنا بنيه تحتيه بدانا بالفعل نشتغل عليها برضو، ما فيهاش كلام، لسه قدامنا شغل طويل فيها لانها تراكمات سنين طويله جدا، بس على الاقل بدانا وانجزنا حاجه كويسه. عندنا مشاريع في المستقبل خلال سنه او اثنين ان شاء الله نقدر نقول اهلا بالاستثمار فيها، وعن طريقها برضو عندنا موجود. تمام. ايه لغايه دلوقتي اللي ممكن يبقى لسه انا محتاجه اقول للدوله من فضلك يا دوله اشتغلي عليه عشان يجي لي عدد اكبر من المستثمرين؟ طيب احنا اتكلمنا على شويه معوقات وقلنا حاجات كويسه اللي حصلت في الماركت. تمام. المطلوب مني الفتره الجايه ان انا حاجه اسمها تارجتنج، استهدف. ابدا اروح للمستثمر سواء المستثمر المحلي او اجنبي. باي سيكتور، بقطاعي. ان انا عندي احتياج في القطاع الفلاني، يبقى انا عارف مين المستثمرين بيشتغلوا في القطاع الفلاني على المستوى المحلي، على المستوى دي ابدا استهدف المستثمرين دول. ده مهم. هل انا عندي في مجال الصناعه والاستثمار الهيد هانتنج زي اللي بعمله لما اجي مثلا اوظف او والله بكلم بجد يعني موضوع التارجتنج ده، هل انا اقدر اروح لمستثمرين معينه واقول لهم تعالوا في البي تو بي ده؟ وعلى فكره دكتور صحه مصر ساعات بتعمل كده كتير. ده على فكره على فكره ده موضوع لازم يتعمل ويبقى مستمر، مش يعني مش موضوع مش تعمل مره، مش مؤتمر واحد ولا لقاء واحد، ده موضوع متابعه عليه، موضوع مستمر، لان المنافسه زي ما انت بتعملي غيرك بيعمل، فالمنافسه بينك وبين دول العالم كلها بالكامل منافسه مستمره. حتى على مستوى السياحه، ما انا عندي يعني عندي تركيا وبيروت وعندي دول يعني سياحيا كمان برضو هايله، المنافسه مستمره بينك وبين الاخرين، منافسه مستمره. بس انا عايز اطلع قبل ما اطلع من الصناعه عشان اكون قفلت النقط بتاع الصناعه. في خمس نقاط رئيسيه ممكن تساعد المصانع بشكل مباشر، هتكلم فيهم في خمس نقاط بسرعه. اتفضل. نمره واحد، الضريبه العقاريه. موضوع الضريبه العقاريه على المصانع والاراضي الفضائيه اللي طبعا المصانع والكلام ده كله، الكلام ده لابد من اعاده التفكير في الضريبه العقاريه على المصانع، لان المصانع بتدفع ضريبه ارباح تجاريه، بتدفع تامينات، بتدفع ضرائب مختلفه، قيمه مضافه وغيره، وبالتالي فكره الضريبه العقاريه على المصنع ما هوش بيت يا جماعه. فندم ايوه، مش بيته مش شقه. ايوه بس هقول لك، هو خدمي، هو تجاري. ما هو حضرتك بتحصلي منه ضرائب اخرى،
يعني انت حضرتك بتحصري انواع اخرى الدوله بتاخد حقها عن طريق انواع لكن السكن هي ما باخدش منه ضرائب ثانيه. فطبعا انت بتتكلمي عن الضريبه العقاريه دي من الحاجات المهمه جدا. طب ما قلتوش كده للحكومه ليه؟ ما في تعديل هيتم مناقشته فعلا فعلا عشان على الاقل خالص الاراضي الفضاء الملحقه فعلا الاراضي الفضاء الملحقه بالمصانع يتم طب خبر كويس والله. فعلا هيتم مناقشه حاجتين الاراضي الفضاء الملحقه بالمصانع وايضا الملحقه بالفنادق المصانع والفنادق المصانع يعني والفنادق سيستثنيا ان شاء الله لا يعني لا الاراضي الفضاء الملحقه بيهم يعني حضرتك انت حضرتك عندك مصنع 10000 متر بنيه على 1500 او 2000 متر في عندك 8000 تاني طيب كنت تدفع لهم ضريبه عقاريه النهارده تحاسب عليهم وبالتالي انت عايز تحاسب فقط على المستغل لكن هتفضل تدفع ضريبه على ال 1500 لكن على بدل ما تدفع على 10000 طبعا فبالتالي ده هيقل جدا من الضريبه على المستغل فده هنا ولا هتهرب من الضرايب ولا حماطل معاك مش هتهرب من الضريبه على الضريبه احنا بنتكلم على فكره يعني ايه؟ عايز نتكلم على الاعباء احنا دلوقتي بنتكلم على ايه؟ ليه الناس في المصانع بتقفل؟ ما انت بتقفلي ليه؟ من كتر الاعباء مش قادره تدفعي صحيح فانا لما بقعد احط عليكي النهارده كذا ورا كذا ورا كذا انت مش ناقصه اساسا حاجه ثانيه تقفلي عليها فالضريبه العقاريه دي اول نقطه تمام نمره 2 احنا كده الضريبه العقاريه في حاجه هتتناقش في البرلمان ان شاء الله قريب في تعديل قريب جدا جاي لنا في لجنه الخطه والموازنه فيما يتعلق بالاراضي الفضاء الملحقه غير المستغله الملحقه بالمصانع والفنادق بالفنادق الاثنين هايل ده بالنسبه للنقطه الاولى هي الضريبه العقاريه تمام النقطه الثانيه المهمه ايضا تسعير الطاقه احنا تسعير الطاقه تسعير الطاقه النشاط الصناعي لابد من اعاده التفكير فيه لان ده كان من اهم النقاط يعني عايز اقول لك ان القوميه الاسمنت قفلت لما سعر الغاز اتضرب في 2.5 يعني تسعير الطاقه في مصر في بعض النقاط اصبح اكثر من السعر العالمي يعني عايز اقول لك ان كتير جدا المصانع النهارده بتشتكي ان تسعير الطاقه بتاعها الغاز اللي بتاخده النهارده ما بيمكنهاش تنافس ولا تصدر عشان كده احنا بنقعد نفكر نقول ايه هو احنا ما انطلقناش ليه في التصدير بعد ما عملنا التعويم كنا منتظرين احنا نلاقي ارقام التصدير اتضربت في 2 ما هو التكلفه اتغيرت جدا صحيح. عشان كده احنا محتاجين نراجع مره اخرى ملف تسعير الطاقه تسعير الطاقة للنشاط الصناعي لابد ان ينظر اليه بنظرة مختلفة تماما ودي عايزة وزارة البترول مع وزارة الكهرباء مع المالية وطبعا معهم المالية في احصائية مباشرة على فكرة تسعير الطاقة للنشاط الصناعي دي نمرة 2 نمرة 3 احنا اتكلمنا فيها اللي هو ملف الفايدة للنشاط الصناعي والانشطة الاخرى يبقى لابد يقول في عندي اختلال بين البنك المركزي لابد يبص ان يكون النشاط الصناعي بيمول بطريقة مختلفة عن الانشطة الاخرى زي التجاري وزي الاستيراد وغيرها يبقى نمرة 3 معدل الفايدة للنشاط الصناعي وحضرتك قلت برضو انه لو قدرنا المفروض ان احنا نعمل نحاول نقلل سعر الفايدة 3-5% لكن حتى لو كسبنا 0.5% او 1% ده يبقى كويس اي نسبة هتنزل كويسة جدا تمام. ده 3 4 انا بتكلم حاجات في ايدين الدولة تعملها يعني ازاي الدولة تساعد نشاط الحاجات دي كلها لغايه دلوقتي حضرتك بتقولها مش محتاجه وقت طويل على لا فكرة. لا دي متاحه نمره 4 الدولار الجمركي النهارده احنا الدولار الجمركي انت حضرتك مسعره الدولار الجمركي النهارده ب 16 جنيه بقالنا على كده تقريبا سنه ومسعره بشكل ثابت سواء اللي بيجيب سلعه تمت الصنع او اللي بيدخل خامات ليه ما يبقاش النهارده كنت انا النهارده عايز ادعم النشاط الصناعي ليه النهارده ما يبقاش تسعير الدولار الجمركي للنشاط الخامات مختلف تماما عن تسعير النشاط الدولار الجمركي للاستيراد انا النهارده بستورد المج ده هستورده تاني كده غير لما النهارده اجيب ماده خام وادخلها مصنع واعمل عليها قيمه مضافه وبناء على كده لابد ان يكون الدولار الجمركي بتاعي مختلف جدا للخامات عن المنتج النهائي يبقى نمره 4 وزاره الماليه لابد ان تراجع معلش فكره مين المفروض يبقى اعلى؟ طبعا المنتج النهائي لازم المواد الخام تبقى اقل عشان في حاجه يعني المنتج النهائي لازم يكون اعلى طبعا فلو النهارده الدولار الجمركي ب 16 ليه ما اعملش النهارده اختلاف يبقى الخامات ب 14 مثلا او ب 13 زي ما نتفق حتى لو بقى المنتج النهائي ب 17 او ب 18 ده لو حضرتك عملت كده الكابتن نايب هتشجع قوي الناس ان هي على تجمع على الخامات دي أيوة. وتشتغل في الصناعه تجري على الصناعه ما انا بقول لحضرتك ايه الحاجات اللي ممكن انا بقول للدوله اقتراحات ممكن تؤدي الى زياده النشاط الصناعي وفي نفس الوقت افكار بسيطه هتخفض التكلفه مهمة. وفي ايديها طيب النقطه الخامسه يبقى احنا اتكلمنا على النقطه المتعلقه بالضرائب العقاريه وتسعير الطاقه والفايده والدولار الجمركي تمام النقطه الاخيره بقى متعلقه بالحته اللي اشرنا ليها في موضوع الميكنه الميكنه موضوع عايز اقول لك ان احنا حطيناه في قانون الاستثمار تخيلي تخيلي قانون الاستثمار المفروض الشهر العقاري يميكن وفي ايه كنا مدين له وقت معين السجل التجاري المفروض يميكن يكون خلص الميكنه بتاعته كل الانشطه طبعا هيئه الاستثمار كنت ميكنته خلصت بس دي حصلت كل فروق انا ما بتكلمش على المركز الرئيسي بتكلم على مستوى كل الجمهوريه يعني انت بتتكلمي على يعني لو دخلت فرع لهيئه الاستثمار في السويس في سوهاج تلاقيه سوهاج تلاقيه ميكن فانت المفروض النهارده ان الميكنه هتؤدي لايه؟ تؤدي انك تؤدي خدمه من غير ما يبقى فيه يعني اي نوع من انواع لا تحت الترابيزه ولا فوق الترابيزه ولا الكلام ده غير الدينيه وبالتالي انت توصلي لايه في الحاله دي؟ هتوفري ما هي دي القصه طب ما الميكنه دي محتاجه فلوس ما هي المفروض ده حضرتك في قانون الاستثمار بقول لك من ضمن الحاجات
اللي بتشجع جدا المستثمر الاجنبي ان يقول لك النهارده انا اقدر اخلص فرق ايه في 24 ساعه و 48 ساعه. حلها في حاجتين. انت كده كده عندك بادجت في كل موازنه بتاعت وزارتك، عندك بادجت الاوتوميشن، عندك اخرى بتيجي لك منح بتيجي للحل المخصصه للامور دي، فانت ممكن تلفرج او تستغلي كل الموارد المتاحه قدام منك عشان تجري في الموضوع ده. تاني حاجه، كل ده كل وزاره او جهه معينه لازم تشتغل فرق بالتوازي مع بعض عشان يمشي في التراك ده. يعني طيب، كل واحد كل جهه عملت الكلام ده خلال 6 شهور، انت بعد 6 شهور تقدري تربطي ما بينك كل الجهات بعد كده. طيب اعمل جريد او نتورك. طيب انا عندي سؤال، ده اللي لازم اختم بيه، سؤال مهم جدا بقى في ملف المصانع. هو الصح اقتصاديا واستثماريا ومنطقيا ان انا اشتغل على المصانع المتعثره اديها فلوس عشان تطلع من عفرتها دي وتشتغل، ولا ابدا بالمصانع اللي توقفت خالص وقفلت ابوابها وسرحت العماله وعندتهم في البيوت؟ لا، انا هدرس الحالات وابدا باللي اقدر ابدا بيه. يعني لو النهارده عندي حد متعثر، ركز على ده الاول كدوله ولا على ده الاول؟ انا النهارده دخلت المنطقه الصناعيه الاول، هتبداي دخلت المنطقه الصناعيه اللي في 6 اكتوبر. دخلت الشارع ده بتشوفي في 2 قافلين وفي واحد بيشتغل ب 10 15% ومش عارف يدفع وهيقفل الشهر الجاي واللي بعديه. ابدا بمين؟ الحقيقي الحقيقي اللي هو المتعثر ده. يبقى المتعثر اللي مقرب يقفل. وابدا هات المتوقف، قول له انت مشاكلك ايه؟ والله انا قافل عشان ما دفعتش الكهرباء، جاتلي فاتوره كهرباء كبيره معلش انا قافل عشان عندي مشكله مع البنك في التمويل، انا قافل. واحنا لما جينا درسنا مشاكل التعثر، مشاكل مختلفه، 70% مشاكل تمويل. شوفي بقى، 70% تمويل، 20% تسويق، و10% مشاكل اداريه، يعني الكهرباء والحكم المحلي والتنميه والكلام ده كله. خلاص 70% تمويل. طبعا 70% من الاغلاق تمويل متعثر، وبالتالي او ما قدرش يكمل ما هو هي دي الفكره. وبالتالي انا عايز اروح مباشره اترقمت عليه ديون. عشان كده انا قلت ايه، قلت ايه، هعمل لجنه، عايز رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي او من ينوب عنهم. يعني ليه؟ لان هم دول العنصرين الحاكمين في فكره ان الموضوع مش 150 مليون ولا 200 مليون. لا، احنا عايزين مبادره قوميه زي ما قلنا، 200 مليار كده للصناعات الصغيره والمتناهيه الصغر. انا عايز كده رقم ايضا بالمليارات يتم توجيهه للصناعات المتوقفه والمتعثره، كده المصانع تنور ومناطق الصناعيه تتحسن والامور تبقى مختلفه في مصر. غير كده هنبقى احنا بنعالج كلام، يعني ايه، انا قلت كمان انا اديت للمصانع اللي شغاله 4 5 حاجات تساعدهم. ارجو ان الماليه تبص، الاستثمار يبص، الصناعه تبص، خصوصا عندنا وزير صناعه جديد جاي، يعني عايز احس ان هو الوزير اللي جه الجديد ده تاثيره بدا يبقى موجود. نقل القطاع. النهارده بصدر ب 26 مليار دولار، انا عايز اروح ل 35 و40 مليار دولار عشان اعمل الكلام ده. عايز الوزير يجري معايا، مش عايز الوزير يجي يغرق في الملفات واقول له يا عم تعالى عشان لا، انا عايز اخلص بسرعه ملفات واجري، ده المطلوب مننا الحقيقه. بشكرك يا كابتن نائب. انا في حاجه عايز اضيفها، ان من تجارب الدول للصناعات الصغيره والمتوسطه ده عنصر مهم جدا، عشان ده بيشغل كتير، ليه يعني بيمثل نسبه كبيره قوي من الاقتصاد. في دول عملت ايه؟ اجبرت القطار بالقانون، اجبرت القطار الشركات الكبيره انها تاخد 30% من منتجاتها من الشركات الصغيره المتوسطه. فبقى التيك اوف اجريمنت موجوده، يعني هقدر انتج حاجتي متباع على الشركه الكبيره. فده برضو ده عنصر مهم. جزئيه يعني الربط يعني. فانا كده بربط الشركات. هل عندنا في مصر في القطاع الخاص، هل عندنا، والسؤال الاخير معلش، هل عندنا تحالفات استراتيجيه؟ هل عندنا ميرجنج او اندماج، او عندنا اكوزيشنز اكتر؟ اعتقد الشراء يعني انا اشتري الاستحواذ. لا، هو السوق عندنا ده ممكن اشوفه اكتر من السوق عندنا محتاج اندماج. تنظيم اكتر من كده، بس الاول احنا نقوم الصناعه من العصره بتاعتها، ثم ندخل بقى في التنظيمات بتاعت الاستحواذات والتحالفات الاستراتيجيه. واحنا عملنا كمان قانون كويس على شركات الشخص الواحد، كان موجود السنه اللي فاتت حطيناه، وده مهم جدا يشجع الناس اللي عايزه تبدا وتبقاش قلقانه انها تبدا من غير ما يبقى عندها مشاكل. انا بشكر حضراتكم جزيل الشكر على هذا الحوار الثري المحترم اللي بيتكلم كده في صلب الاقتصاد عندنا في مصر هنا، وموضوع كبير قوي يهم عدد كبير جدا حتى من العماله ومن الناس اللي بتشتغل، يهم كبير عدد كبير جدا من المواطنين اللي عايزين يعرفوا. وكل اللي احنا بنقوله ده في النهايه بيأثر على الاسعار، اللي هي اهم مواطن، حتى المواطن ملوش علاقه بموضوع مصانع قافله وفاتحه، ده في علاقه بالاسعار. فالاسعار دي عمرها ما هتتظبط غير لما الانتاج هيبقى عندي الانتاج محترم، ازود انتاج بكواليتي عاليه وازود صادرات واقلل واردات، كل حاجه واقلل تكلفه انا بشكر حضراتكم جزيل الشكر، نورتوني في هذه الفقره. سياده النائب محمد بدراوي، عضو لجنه الشؤون الاقتصاديه مجلس النواب، شكرا حضرتك يا فندم. والاستاذ ابراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي والمستشار السابق بوزاره الاستثمار، شكرا حضرتك، نورتونا. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، ونتمنى دايما يا رب ان شاء الله نكون بنقدم الموضوعات اللي احنا طول الوقت بتشغل بالنا.
شاء الله باذن الله نلتقي مع حضراتكم قريبا ودائما في مساء دريم الخميس والجمعه على 10 مساء. تحياتي منا فاروق، وصباح على خير.